مساء الفل الناس اللي بتعرف تضحك بتلاقيهم ناس حلوه قعدتهم حلوه والكلام معاهم حلو ودايما الشخص اللي دمه خفيف هتلاقيه اهم واحد في الشله الدكاتره بيقولوا الضحك بيقوي المناعه بيخلي الانسان اقوى وهو بيواجه ضغوط الحياه وان الشخصيه اللي بتعرف تضحك بتبقى شخصيه جذابه وكل اللي حواليها بيحبوها المهم الضحك يبقى في مكانه ما ينفعش تهزر في موقف مش مستحمل الهزار وعشان كده بيقول لك الضحك من غير سبب قلة أدب وممكن تكون مرض زي قصة حقيقية النهاردة اللي بعتت لنا فيها مدام نجوان حكاية ابنها اللي بيضحك طول الوقت ومش لاقي علاج يوقفه وعشان نفهم القصة صح تعالوا نشوف هي لنا تقول ايه عندي أسرة مكونة من خمس أبناء ثلاث بنات وولدين وابني الكبير في الصف الثالث الاعدادي وهو اكبر واحد في اخواته بدا يتعب وهو عنده 15 سنه وكان ساعتها لسه في تاني اعدادي قصته مع المرض بدات بعد الدراسه بشهرين بدات الاحظ انه بيسرح كتير قوي وبيحب يقعد لوحده وما يتكلمش مع حد ودايما شارد وعنده استعداد يفضل باصص للسقف بالساعات من غير ما يزهق او يركز في اي حاجه بتحصل حواليه مهما كانت حاجه مهمه او ملفته وكانه في ملكوت تاني لوحده قبل ما يتعب ما كانش ليه صحاب خالص وكان بيتعامل مع زمايله في الفصل وفي المدرسه بحدود بس كان شاطر جدا في المدرسه وعنده حب غير عادي للمذاكره كان نفسه يبقى دكتور وبالنسبه لعلاقته باخواته فكان بيحبهم قوي كان بيحب يلعب معاهم على طول بس بعد ما تعب اتغير خالص وبقت معاملاته مع اخواته في الحدود بقى عدواني جدا مع كل اللي حواليه وعدوانيته كانت بزياده معايا ومش عارفه ليه رغم اني كنت حنينه جدا معاه هو واخواته ومن اول يوم خلفتهم فيه وانا حنينه وابوه كان بيعامله كويس جدا وما حدش فينا قبل كده مد ايده عليه نهائي وده اللي مخلينا كلنا مستغربين هو ازاي تعب بالشكل المفاجئ ده ووصل بيه الحال اللي هو فيه حكايه غريبه جدا طفل شاطر في مدرسه بيتحول فجأة لشخص عدواني مع إنهم بيعاملوه كويس في البيت، يعني مثلا مش بيتعرض لأي عنف أسري أو بيحس بالتفرقة في المعاملة تخليه يتحول لشخص عنيف، طب ليه؟ إيه اللي حصل ممكن يكون خلاه كده؟ وإيه اللي ممكن يحصل له تاني؟ تعالوا نكمل الرسالة. دلوقتي ابني بيقعد يضحك كتير من غير سبب وبيفضل يغمض في عينه ويفتحها على طول يعني مثلا ممكن يغمض عينه لمدة خمس ثواني وبعدين يفتحها ويفضل يكرر الحالة دي كتير حتى لو في حد بيكلمه وكأنه في عالم تاني أو مش معانا دايما بينسى كل التفاصيل سواء كانت مهمة أو عادية لدرجة أنه هو بيكسر الحاجات في البيت وبعد شوية يجيب الحاجات اللي كسرها ويسأل ببراءة مين اللي عمل كده؟ كسرتوا الحاجة دي ليه؟ ودايما بيتهيأ له حاجات ما حصلتش في مرة مثلا قال لبابا إن كان ليه أخ صغير ومات وأنا لسه فاكرة ده دل لحد دلوقتي وطبعا الكلام ده ما حصلش ده غير إنه بيقول كلام غريب وبيصمم عليه وبعد كده يرجع يصمم على عكسه تماما مثلا في الأول كان بيكره الأغاني ويفضل يقول الأغاني دي حرام ما حدش فيكم يسمعها وما يخليش حد مننا يشغل التلفزيون ودلوقتي بيحب يسمع أغاني ودايما مشغلها غريبه دي لما تبقى في حاله كده معاك في البيت بتبقى صعبه قوي ما بتبقاش عارف ترضيه ازاي اذا كان هو بيعمل الحاجه وعكسها طب اكيد مدام جوان دلوقتي بتعاني ما هي لما تشوف ابنها <applause> النهارده بيقولها الاغاني حرام وبكره الاغاني حلال ومش مركز في اي حاجه وبينسى بيفتح عينيه ويقفلها بيعمل تصرفات غريبه ده اللي يخلي اي ام تتعب ربنا يشفيهولك ويطمنك عليه تعالوا نكمل اول ما ابني تعب وديناه لدكتور نفسي قال ان عنده اضطرابات نفسيه وفضل متابع مع الدكتور لمده 15 يوم بس ما حصلش اي تقدم بالعكس تعب على العلاج بتاعه بعد كده رحنا لدكتوره تانية واستمرت معانا في التشخيص والعلاج والمتابعه لمده ست شهور قالت ان عنده فصام في الشخصيه وفي الاخر قالت ملوش علاج خالص وكتبت له على دواء يفضل ياخده على طول مشهد صعب قوي صح صعب قوي قوي وانت بتروح للدكتور عشان يساعدك عشان يقولك لك ما تقلقش ويطمنك ويطبطب عليك انت هتبقى كويس ما تخافش فتخيل بقى لما يحدف عليك او يرد ملوش علاج خالص انت مالكش علاج حتى الجمله صعبه بتموت الامل اللي الواحد كان عايش عشانه اصلا طب يقوله ده ممكن يبقى كويس ايه المشكله مثلا لو قال له الموضوع صعب بس الامل في ربنا كبير هنحاول مش هنسيبك لوحدك ما قالش كده وما قالتش كده الدكتور تعالوا نكمل ابني ما يروح للدكتوره النفسيه دي تاني وكان السبب اللي قاله لنا عشان هي بنت وهو عايز دكتور مش دكتوره رحنا لدكتور تاني حاليا هو مستمر مع الدكتور ده بقاله تسع شهور بس اخر مره الدكتور ما يقابلنا وبعت لنا الممرضه اللي بتشتغل معاه وقالت لنا الدكتور بيقول لازم يستمر على العلاج ده لمده ثلاث شهور وياخد الدواء ومش حاسين في حالته في اي تقدم هو حاليا مش بيذاكر دايما ساكت بيقعد يضحك كتير حتى لو كان قاعد لوحده وانا والله خايفه عليه مش عارفه اعمل ايه بجد ومش عارفه ليه الدكتور ما يقابلنا اخر مره حاسه بالعجز وقله الحيله والضياع ده ابني يا ناس وحته مني خايفه يفضل في الحاله دي على طول واكيد لا انا ولا بابا هنفضل عايشين ليه طول العمر يا ريت تردوا عليا عشان انا بجد تعبت قوي ومش عارفه ابطل تفكير في الموضوع ده وانا متابعه برنامجكم من اول ما بدا وبثق فيه وفي ضيوفه على راسي ونفسي تساعدوني في حل مشكله ابني لحد هنا وخلصت رساله مدام نجوان قد ايه رساله صعبه انا صعبانه عليا قوي مدام نجوان ما فيش في ايديها حاجه ممكن تعملها لابنها وغصب عنها تلاقيها قليله الحيله واقصى حاجه نقدر نعملها هي الدعاء والدعاء يغير الاقدار وكلكم كوم وجمله الدكتوره النفسيه دي كوم تاني معقول دكتور نفسي يقول لاهل طفل لسه في بدايه حياته حاله ابنكم ملهاش علاج هل فعلا الموضوع بالصعوبه دي كانوا عاملين ازاي طيب ساعتها طب لو ابنهم ملوش علاج هيتعاملوا ازاي مع سلوكه الغريب والعدواني ده وحاله التناقض الغريبه دي طب هو ممكن يرجع تاني انسان سليم زي الاول ونحاول نحل استنونا بعد الفاصل هنستقبل حكاياتكم في برنامج قصة حقيقية أينما كنتم لو عندك قصة وعايز تتواصل معنا تقدر تبعت لنا قصتك مكتوبة أو متسجلة أو متصورة على منصتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتقدر تبعت قصتك واتساب أو تليجرام على رقم البرنامج ولو عايز تخفي اسمك وهويتك تقدر تبعت لنا على الرابط ده اللي بيضمن لك سريه معلوماتك الشخصيه حتى عن اللي هيستقبل رسالتك قصتك هي برنامجنا المهم تكون قصه حقيقيه الضحك من غير سبب مش دايما قله ادب ممكن يكون مرض زي اللي حصل مع ابن مدام نجوان اللي كان في يوم من الايام متفوق بيحب مذاكره جدا وبيحلم يبقى دكتور وعلاقته باخواته الاربعه كانت حلوه وفجاه اتحول لواحد تاني خالص وهو لسه يا دوب عنده 15 سنه بقى بيضحك باستمرار من غير ما حد يفهم هو بيضحك ليه وايه السر في انه طول الوقت سرحان وباصص للسقف وبيتخيل حاجات ما حصلتش الموضوع بدا لما ابنها دخل سنه تانيه اعدادي وهي وباباه واخواته بداوا يلاحظوا في بدايه الدراسه كده ان حالته النفسيه والصحيه بقت في النازل وبيعمل تصرفات غريبة جدا عمرها ما حصلت له قبل كده بقى بيضحك على طول بسبب ومن غير سبب طول الوقت سرحان وبصص على السقف بالساعات فضلت حالته تسوء يوم بعد يوم وهم مش عارفين ايه اللي بيحصل انعزل عن زمايله اللي في الفصل حتى في المدرسه ما بقاش مبسوط حتى اخواته اللي كان بيحبهم وبيلعب معاهم ما بقاش يكلمهم بقت تصرفاته عدوانيه جدا معاهم ومع مامته كل شويه يفتح عينيه ويقفلها ده كل خمس ثواني وما بيركزش في اي حاجه بتحصل حواليه ده غير انه بقى يتخيل احداث ما حصلتش زي انه كان ليه اخ زمان ومات او انه يكسر حاجات في البيت وبعد شويه يفضل يسال باستغراب مين اللي كسر الحاجه دي وكسرها ليه لحد هنا ولقيت الاسره ان فيش حل قدامها غير انهم يودوه لطبيب نفسي اول دكتور راحوا له قال ان الولد عنده اضطرابات نفسيه وفضل متابع معاهم لمده 15 يوم وما حصلش اي تقدم بالعكس الولد تعب من العلاج بتاعه بعد كده راحوا بيه دكتورة تانية استمرت معاهم في التشخيص والعلاج والمتابعة لمدة ست شهور وقالت إنه عنده فصام في الشخصية بس في الآخر قالت ملوش علاج وكانت جملة قاسية جدا بس الأسرة دي ما استسلمتش وخصوصا إن الولد لسه سنه صغير ده يدوب 16 سنة ده غير إن ابنهم الكبير وأول فرحتهم وقررت الأسرة تروح لدكتور تالت وحاليا هو مستمر مع الدكتور ده بس اخر مره الدكتور ما رضيش يقابلهم وبعت لهم الممرضه اللي بتشتغل معاه وقالت لهم الدكتور بيقول لازم يستمر على العلاج لمده ثلاث شهور ودلوقتي اهله مش حاسين في حالته باي تقدم هو حاليا مش بيذاكر دايما ساكت وبيقعد يضحك حتى لو كان قاعد لوحده وعشان كده منورنا ومشرفنا دكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية عشان نقول لمدام نجوان تعمل إيه في مشكلة ابنها أهلا وسهلا بك يا دكتور أهلا بك يا سيدي منورني أخبارك بل... إيه الحمد لله إيه ده بقى يعني إيه فصام في صنف الشخصية الأول بس عشان إحنا يعني قعدت أقرأ كده بس ما وصلتش لحل برضه طبعا فصام في صنف الشخصية هو طبعا اضطراب <applause> عقلي بيتسم طبعا بسلوك اجتماعي غير مقبول وحاجات غير واقعيه يعني يضحك في عزا يقل ادبه على الكبار يقوم يضرب حد بلا أي سبب اي حاجات سلوكيه غير متوقعه ممكن تحصل منه لان الحاجات دي بتحصل بطريقه لا اراديه ده تشخيصه الطفل م. ابن مدام نجوان ده ده عنده فصام اه عنده فصام في الشخصيه بجد خلينا اقول لك ان الفصام في الشخصيه زي ما قلت لك هو اضطراب عقلي يتسم طبعا بسلوك اجتماعي غير مقبول وامور غير واقعيه وتهيؤات وتخيلات وهلاوس يقعد يضحك لوحده ويقفل عينيه ويفتحها كل خمس ما هي دي الهلاوس والاوهام اللي بتحصل في الحاله دي هو ده موجود في من سكان العالم 23 مليون شخص في العالم حسب الاحصائيات الاخيره مم. وزي ما قلت لك الاصابه ب بنسبه من 3 من عشره ل 7 من عشره في على مستوى العالم والاصابه للذكور اكثر من السيدات عندنا 12 مليون رجل وشاب وعندنا 9 مليون امراه طب اشمعنى الرجاله بيجي لهم اكتر من الستات تيجي لها انت جبتي لي فصام حتى الفصام جبته لا هقول لك حاجه هو في بعض الظروف الانثويه اللي بتكون عند الست بتمنع ان الفصام ممكن يجي ان احنا بنستحمل اكتر منهم اه لا مش ان احنا شخصيتنا اقوى وان احنا قوه تحملنا اكتر اه وخليني اقول لك ان طبعا حاله محمد اللي موجوده معانا النهارده هو عنده اسمه فصام الطفوله وهو من الحالات النادره اللي بتصيب الاطفال في السن ده مفروض كنت تاخد بالي بقى ازاي ان ابني عنده المرض ده بص هقولك ايه في الاول هقول لك حاجه كويسه جدا هو طبعا في حاجات في الاول بيكون سببها ان هي بتوصل لل... بتوصلنا للمرض ده اول حاجه لما الاقي الولد انعزل بطريقه يعني ما كانش طبعه كده وانعزل في اوضته وما بقاش حابب ان هو يخرج وما بقاش حابب ان هو يتحرك بعد ما كان ليه زملاء كتير وكان بس هو ما كانش ليه زملاء كتير كان بيحب اخواته وبيلعب معاهم يعني كان في لعب وكان في مشاركه ما كانش كتير. بيقعد ينطوي كان لوحده وكان في مشاركه حتى كمان اسريه او مشاركه مجتمعيه لكن هو دلوقتي في انطواء في حاجة كمان ممكن في بعض الأطفال ما بيتحملوش كم الضغوط النفسية والتراكمات ده عليه ضغوط إيه ده لأ ما هقولك حاجة هو مش قصة محمد بس عموما في بعض الأسر بتعامل ولادهم بنوع من أنواع القسوة بتعامل ولادهم بنوع من انواع التربيه اللي هي لازم تبقى اقوى من دخلتك آه عارف التربيه الحديديه أه. اللي فيها ضرب وفيها دايما تقليل من ذاته وتقليل من قيمته ودايما بيستخدموا العنف أه فالولد أه. ما بتحملش الطاقه دي وبيهمشوا دوره ما بيكونش بس ده بيقولوا هو مفاجئ يعني هي اكيد ما راح ما هو في حاجه اسمها مفاجئ أيوة ممكن طبعا فجاه يجي بفصام فجاه فجاه مش بيدق مثلا الباب اقول هو الولد ده قاعد لوحده ليه؟ فانت ما بيكلمش زمايله ليه ده بيخس كده ليه هو خليني اقول لك ان في بعض الامراض بتيجي للانسان بدون اي اسباب او بدون اي مبررات مش دي بس تبقى نتيجه صدمه طب هو اتصدم لا 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 مش تبقى الفصام مش نتيجه صدمه لا امال ليه بقى انا عارف المرض نفسي ده لا لا بيجي من خلي... صدمه ما قدرتش استحملها فتروح تتعب لا لا, لا, لا ممكن مثلا الحاجات اللي بتيجي من صدمه مثلا ممكن مثلا البانيك اتاك نوبات الهلع وفوق بتيجي من صدمه معينه او ستريس اه او, أو ستريس او ضغط والانسان ما تحملش الضغط ده او التراكمات او ضغط ف... فجاله اللي هو البانيك اتاك لكن خليني اقول ان الفصام هو عنده فصام الطفوله وده نادر جدا لما بيصيب الاطفال في السن ده يعني ممكن خليني اقول لك ان هو طب دي فيها جينز فيها بيب... تدخل جيني فيها بعض الجينات الوراثيه من الجي... من الجيل الكام بقى ب... يعني لما من... اجي اتجوز واحد كده اقعد افكر من الجيل الكام لا بتاعهم احنا مش احنا مش هنقدر نفكر ها. ومش هنقدر ان احنا نتوصل بس بيبقى بيقول لك ان في في جزء من الجينات الوراثيه هتلاقي مثلا حد من الجدود القدام قوي هتلاقي ان كان في حد عنده اصابه ببرد بس حتى الناس فعلا ما بتفهماش يعني ممكن في ارياف او حتت اللي هي مثلا ما خدتش كفايتها او قدرها من التعليم يقول لك ده عنده عرق هبل في العيله ما هو فبتسمعها بقى تقعد يعني ايه؟ يعني فاهم؟ المشكله لك ممكن حد يجي تاني يقول لك لو هو مش على قدر من التعليم يقول لك ده ملبوس يعني انا شفت حالات كده قال لي لا ده يا جماعه سيبوه عشان ده ملبوس وهيبقى يتعالج بعد كده وطبعا مش هنلف على شيوخ وطبعا مش هنجري على حد وطبعا مش هنخلي حد يستغلنا بس بنسمع الكلام ده على طول ما هو ما هو اقول لك حاجه هو ك بالنسبه للصحه النفسيه او الطب النفسي هو مصنف المرض بتاعه مصنف والمرض بتاعه موجود فهو مش موضوع مس او موضوع قصه شيوخ او الافلام دي خالص يعني موجود ومصنف اه طبعا الانفصام هو طبعا عايز اقول لك حاجه هي طبعا هم راحوا للدكتور الاخير وهو نجح في تصنيف الحاله او اكتشاف طب المرض اللي رضيش يقابلهم ليه؟ ما هو مش قصه ما رضيش يقابلهم هو عارف ان الولد هيكمل الدواء حلو لان العلاج في المواضيع دي بيطول شويه يعني انا عايز اوصل رساله لمامته ان ادي وقت طويل شويه لان العلاج بيستغرق قد إيه؟ وقت طويل قولي وقت يا دكتور ما تقوليش ادي وقت طويل بص أقولك لك حاجه قولي الحقيقه اصل عشان اقول لك قد ايه انا مش عايز اقول كلام هي تتخض لا قول عشان تبقى هي مستوعبه ممكن ما تزهقش الموضوع يبقى معانا سنين سنين ماشي طويله ماشي بس في علاج اه بس في حاجه احنا لازم هي تعملها هو دلوقتي بياخد ادويه خلاص وهيبدا ماشي على الادويه هي قالت حاجه بتقول ان انا مش شايفه في في تحسن اه عايزه اقول لها <applause> ان في تحسن بس انت مش واخده بالك منه ان هو لما كانش بياخد ادويه كان بقى عنده مضاعفات ايه بقى المضاعفات اللي كانت ممكن تحصل عشان تبقى هي برضه زيادة زياده نسبه الهلاوس زيادة نسبة الأمور الغير طبيعية يكسر الحاجات زيادة يقول آه زيادة نسبة الأفكار الغير عقلانية ممكن يوصل لحاجة اسمها الميول الانتحارية لا ف طفل فالدواء عنده 15 سنة يفكر في انتحار ما هو مش حاسس هو يعرف يعني انتحار أصلا هو هو مش حاسس هو مش مدرك هو بيعمل الحاجات دي بطريقة لا إرادية ممكن يأذي نفسه يمسك حاجة يعور نفسه ممكن يأذي اللي حواليه ليه طيب ليه لأنه هو مريض مريض نفسي في في حاجه نفسيه موجوده بتمنعه من استكمال مسيرته او الحاجات الايجابيه اللي بيقوم بيها في اليوم او أنه هو يقوم بالمهام الاجتماعيه بتاعته من مذاكره من نشاط من لعب من حركه. طب المريض ده بيأذي نفسه ولا بيأذي اللي حواليه؟ هو اولا ممكن, ممكن يأذي اخواته يعني ما فيش في البيت لوحدهم؟ ما غصب غصب عنه ممكن يأذي نفسه، غصب عنه ممكن يأذي الناس اللي حواليه، ممكن, يعني ممكن الناس يجيب مثلا حاجه ويهدد بيها حد من اخواته؟ وارد جدا لو عشان هو عايز حاجه ولا عشان هو طقت في دماغه؟ عشان هو في لحظه هو مش مدرك فممكن يحصل منه اي حاجة غير متوقعة وغير كده كمان ممكن يبقى ماشي في الشارع رب. فالناس اللي, ما اللي بتتعامل معاه مثلا في مكان معين أو في الشارع فالناس دي مش متفهمة حالته فبيتعاملوا معاه بنوع من أنواع إن هو حد سوي فممكن يكون هو رد فعله صعب طب انا انا جات لي فكره برضه حاجه تانية انا قعدت افكر مش ممكن يكون عنده نسبه توحد او توحد لا 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 خالص لا ما عنده ما هو بيقعد لوحده ومنطوي مش عايز يكلم حد غير اخواته هو, اللي عنده توحد ما بيكلمش حد غير دايرته يعني يكلمنا احنا بس ما يكلمش حد بره ماشي بس كل الحاجات اللي هي قالت عليها دي ما لهاش علاقه بالتوحد خالص اللي هي الهلاوس الافكار العقلانيه آه اللي هو ممكن يقوم يكسر حاجه ما احنا احنا بنشخص المرض من ايه بنشخص المرض او الحاله النفسيه من الكلام اللي, اللي بيتقال ومين اللي بيوصل لنا الكلام ده الاسره لان اقرب ناس هم متابعين الطفل طب الهلاوس اللي هو بيشوفها دي بتبقى حقيقيه بيشوف ناس حقيقيين بيضحكوا هو بيشوف ما هلاوس بقى اللي هو بيتخيل ايوه قولي بيبقوا شايفين ايه انا عايزه بيتخيل عايز حد مثلا بيكلمه في ودنه له ايه مثلا حاجه بتضحك بيقول له بيقول له حاجات غير موجوده في الواقع يعني مثلا ممكن اكون قاعد معاكي دلوقتي بتكلم عادي ومرة واحدة تلاقيني مثلا ضحكت ضحك هستيري لا <applause> بس دي دي ساعات بتيجي للناس يعني لا لا, لا لا ممكن ابقى داخل اعز غصب عني تلاقيني بعد بضحك يعني لا مش فاهمين مش فاهمة في ايه بص اسمعيني بس ممكن حد يضحك ضحك هستيري بس انا شايفه وعارف ان هو بيضحك اه بس هو ممكن الشخص ده بيضحك بس تعبيرات وشه بتقول ان هو منزعج لا ايه الرعب ده؟ اه ان هو شخص منزعج ممكن مثلا اقوم اقصه يعني بضحك وهو متضايق؟ اللي هو في انزعاج او في تعبيرات وش غاضبة وممكن نوبه الضحك دي تقف فجأه وممكن يتحول لشخص تاني فجأه. لا ده في ساعتها؟ اه طبعا في دا ساعتها ده في وقت واحد؟ مش هي بتقول في الرساله ان هو ممكن يقوم يكسر حاجه أوه. موجوده في البيت وبعد ما تتكسر ويشوفها اتكسرت قدامه يبدا يفوق من الحاله اللي هو كان فيها ويقول بكل براءه هو مين اللي عمل كده؟ هو انا ليه كسرت كده؟ انا ما كنتش عايز اعمل كده ايوه بس غصب عني انا عملت كده صح؟, صح لانه بيكون تحتها تحت نوبه المرض فما بيكونش مدرك وحاسس إيه اللي بيحصل يا حبيبي فبيبدا يفوق بعد اللي حصل بس انا عايز اوجه كلام مهم جدا هو إيه بقى؟ هو ماشي في في الجزء العلاجي كويس جدا وعايز اقول لمامته هي مامته بتقول انا مش حاسه ان في تحسن ما ينفعش يتعالج من غير ادويه هقول لك حاجه انا هكمل الجزء ده دلوقتي مم. هو مامته بتقول انا مش حاسه بتحسن لا انا بقول لك ان في تحسن ان ممكن لو ما كانش بياخد العلاج كان ممكن يبقى في كوارث اكتر من أو كده أو لي ميول انتحاريه او نسبه الهلاوس تزيد والامور الغير واقعيه والغير عقلانيه تزيد وممكن تحصل كوارث ممكن يؤذي نفسه ويؤذي اللي حواليه الدنيا تتضمر خليني اقول لك ان الدواء ممكن يكون موقفه عند حد معين بس احنا محتاجين بقى الناحيه الثانيه حاجه اسمها خدمات الدعم النفسي يعني ايه يعني مريض الفصام بيتعالج بطريقتين اول حاجه الطريقه الميديكال العلاجيه ان هو بيستمر في الدواء والدواء ده بيستمر معاه فتره طويله سنين طويله وفي نفس الوقت لازم يكون في حاجه اسمها دعم نفسي يعني ايه دعم نفسي اول حاجه يعني انا بوجه يعني أقول للاب والام اول حاجه لازم يكون في تقبل تام ورضا تام بحاله ابنك أتقبله ازاي وابقى راضيه ازاي ازاي لا بقى؟ مش سهله هقول لك حاجه كويس أنا لما, ايه؟ انا لما لما بيكون اسره مثلا عندها يا ساري طفل من ذوي الهمم آه. مش احنا بنبدا نظبط الاسره دي نفسيا لتقبل الحاله المرضيه لابنهم طبعاً. صح انا عايزهم ان هم يكون في تقبل ورضا بالحاله ما ان هو موجود. غريب اه طب الناس اللي حواليه بقى في الشارع يعملوا ايه ما هو مش هيتعامل مع اي حد خلص؟ يعني أنا ابدا احافظ عليه يعني ما ينزلش لوحده قول بقى التعليم ما ينزلش آه. لوحده ما يركبش يعني اي يعني. مواصله لوحده ما يروحش النادي لوحده مدرسه انا مش عايز بقى. احطه مش عايز احطه في مواقف يحصل فيها امور خارجه عن التصرف ويتعرض للضغوط النفسيه اللي ممكن تفجر العدوانيه اللي جواه او ممكن تفجر الحاله عنده فانا عايزه دايما يكون تحت المراقبه التامه ما يقعدش الله. في اوضته لفترات طويله لوحده نبعد عنه في البيت كل الحاجات المؤذيه او الحاجات الحاده إنه مثلا ما يكونش قدامه سكينه هو قاعد في البيت ما يكونش قدامه مثلا ازازه ما يكونش قدامه مبرد برد كتر اي حاجه حاجات دي زائد المراقبه ودايما عين الاب والام يكونوا عليه 24 ساعه ومركزين هو بيعمل ايه او ما بيعملش حتى ايه حتى وهو نايم يعني يعني حتى وهو نايم ما فيش مشكله كل 3 4 ساعات لما افتح باب الاوضه واشوف هو نايم اغطيه ده اطمن ما عليه مع اخواته في الاوضه لا عادي مش مشكله ممكن يعني لا خليه في مكان لوحده لانه ممكن لا قدر الله ممكن تحصل حاجه يعني ينام في اوضته بس ممكن يعمل حاجه في نفسه؟ ممكن وارد جدا هو لازم يكون تحت المراقبه لازم يكون تحت عينينا لازم ان احنا نبعد عنه اي وسائل ممكن تعصبه او ده ده اي ده وسائل صعب جداً او اي جداً وسائل جداً. ممكن يعني تنفزه. حتى في المدرسه يجيبوا له زي شادو زي ما بيجيبوها كده شادو لما بيبقى طفل في حاجه بيجيب له آه شادو, شادو تبقى معاه او واحده تبقى مرافقه ليه وغير كده كمان لو هم قدروا ان هم يدوا له المحتوى التعليمي هو موجود في البيت اه يعني ده احسن من هو ينوم عشان عليها. احسن لانه هو لو اتعرض لبره للتنمر لل... او كده اه للضغوط المجتمعيه اللي موجوده بره ممكن حالته بتسوء وممكن يزيد لان اللي بره مش فاهم مم. مش فاهم هو بيتعامل ايه او فاهم حاله ال... ال... الشخص اللي قدامه ايه فبيتعامل ان هو حد كامل وسوي فبيبدا بقى انت عارفه بقى ردود الافعال والافعال اللي بتحصل من الناس اتجاه الناس فهو مش هيقدر ان هو يتقبل ده لان هو مش متزن وهو ما عندوش ثبات نفسي فممكن غصب عنه يحصل أنا ليه حاجات ممكن حاسه ان تقصر. كلامك ممكن يكون شبه الدكتور اللي قالت لهم حالته ملهاش لا انا مش بقول منها. انا مش بقول بص الامل في ربنا كبير جدا وربنا كريم وربنا ما فيش حاجه عند ربنا اسمها مستحيل بس, بس, بس عايزه الامل في العلم بس أنا أنا بقول إيه؟ يعني طبعا ونعمه بالله بس قول لي اعمل بقول إيه؟, ايه في العلم بقول ايه ان احنا لما بيكون دايما عندنا تدخل سريع لاي حاجه بنعالجها او اي حاجه موجوده في حياتنا احنا بنوصل لحلول ونتائج كويسه هو ممكن يعني بعد فتره صغيره جدا لو هم تقبلوا الحاله دي وابتدوا يساعدوه في الدعم النفسي الدعم النفسي اللي هو ايه انا اخده واشركه وانا معاه لما يعمل حاجه غلط اسقف له واقول له برافو عشان يبطل لا مش هسقف له ما ينفعش هو مش ينفع اسقف له بس ما ينفعش ازعق له برده هو انا اعمل له نفسي شغده اعمل نفسي إح... مش واخده بالي خالص أعمل مش لا لا ما ينفعش ان انا برضه مش شايفه علشان هو ما, يتد... ما يحصلش تمادى آه. في الحاجه الغلط فيزيد انا ممكن ايه اعمل له احتواء نفسي ان انا دايما اصلح الافكار اللاعقلانية اللي موجوده عنده بافكار عقلانيه يعني إيه حضنه اقول له يا حبيبي ما ينفعش نعمل كده آه. كده ماما تزعل منك لو عملت كده بطريقه مش راضي عنك بطريقه بص انا عايز يبقى الاب والام عندهم صبر شويه احنا دلوقتي عندنا مشكله المشكله دي لازم تتعالج بايه بالهدوء وغير كده كمان معقول يحصل كده فجاه يا دكتور فجاه طبعا هي فجاه هي هو هي دي حال الدنيا وممكن يحصل لنا حاجات سبحان بتبقى خارج عن الاراده او خارج عن التفكير بس احنا لازم نفكر فيها بهدوء ولازم نفكر فيها بعقلانيه فواجع الاقدار هي دي بقى فواجع تمام. الاقدار. وحاجه مهمه كمان انا عايز ان الاب والام هم ممكن غصب عنهم من من وجع قلبهم على ابنهم فممكن يكونوا قلقانين فالقلق ده بيوصل له فانا مش عايز ان القلق يوصل له انا عايز الاب والام يتماسكوا ويكونوا واقفين على رجلهم هي دي خدمات الدعم النفسي اللي احنا مم. بنقدمها يتماسكوا ويكونوا واقفين على يعني على رجلهم كويس ويبداوا يتعاملوا معاه لان انا مش عايز يوصل له قلق انا مش عايز يوصل له ضغوط انا مش عايزه يوصل له عنف انا مش عايزه يوصل طيب مش له توتر طب او مستشفيات ممكن تتعامل مع الحاله بشكل احسن من البيت ما هم ال اللي هيتعمل في المصحه طالما هو بياخد الجزء العلاجي هو ممكن المصحه ما ينفعش من غير ادويه انا سالتك السؤال لازم ادويه طبعا ادويه من غير كميه المخ اه يعني ادويه بتبقى مناسبه للحاله بتاعته وفي نفس الوقت بيبقى الناحيه الثانيه لازم علاج سلوكي معرف اللي هو خدمات الدعم النفسي اللي احنا بنعملها. يعني ادويه بتاثر على كميه المخ لا لا ما بتاثرش مش هيبقى فيها تاثير يعني اللي انت اللي انت متخيلاه. وهيفضل عايش على الادويه دي طول العمر؟ مش شرط طول العمر ها. مش شرط ممكن بعد فتره صغيره بعد سنه سنتين بعد شهور بعد كام سنه ممكن الدنيا تتعدل والدنيا تتغير بس احنا بنقول ايه؟ إحنا قدام مشكلة إحنا لازم نحل المشكلة إحنا ممكن ندي أدوية كتير بس إحنا ما دعم نفسي الناحية التانية <applause> فممكن كل اللي بيحصل من الأدوية ده بيفشل الدكتور رضيش يقابلهم ليه؟ إنت لما بتقدرش تقابل عيان ده معناه إيه؟ هو هو بامانه هو ده معناه ان انا ب يعني ب بتخلع مش قصه بخلع انا انا اولا عمري ما عملتها يعني ايوه لا انا قصدي بقى انت بقى فاهم بقى ده انت لو جيت قلت لي مثلا مذيعه زعقت في الطرق برضه هقول لك هي بتعمل كده ليه؟ اه اه هقول لك فاهم مين زعلها مين ضايقها اكيد الموقف ده مبني على حاجه انا عارفه كل واحد هو ممكن الدكتور هو ممكن الدكتور هو كان شايف ان هو مش هيضيف جديد للحاله ان هو مجرد ان هو كان واخد دواء من ثلاث شهور فهيكمل الدواء كمان ثلاث شهور فهو مش هيضيف جديد بس في في حاجه كانت مهمة جدا يعني كان المفروض الدكتور ان هو يعملها كان المفروض حتى كمان لو هيقابلهم عشر دقايق نوع من انواع الطمأنينة والامان ده ده ليه معنى واحد ان هو ملوش علاج صح؟ ملوش بيقول لهم كده يعني احنا هو بدي لهم امل في بكرة وانا مش مصدقة اي دكتور في دكاترة بيقول لك ملوش علاج وابنه لا قدر الله هو في واحد يقول لك انت هتموت بعد ثلاث شهور يموت هو بعد شهر وانا افضل عايشة ثمان تسعة سنين عشان اغيظه بس عشان ربنا يثبت له ان كلامك غلط بس انا بقول لك دي المعامله دي كانت معناها ان هو ملوش علاج هو جدد الدواء وهو <applause> ممكن يكون بوصل الرساله دي بطريقه غير مباشره بس انا عايز اقول الـ 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 أنا بينفع نعمل كده مع اهل مريض كده لا ما ينفعش نعمل كده وما ينفعش إن إحنا نقصين. يعني ما ينفعش ان احنا آه ناثر على الناس نفسيا الناس بتبقى محتاجه كلمه بتبقى محتاجه سنه وبيدفعوا له فلوس وبيعملوا آه اللي عليهم عايز ايه الناس بتبقى محتاجه ان هي تدعم يعني لو انت كنت قابلتهم لمده 10 دقائق وقعدت جبر خواطر يا اخي فجبر خواطر وكنت آه. طمنتهم وهو كده كده هيفضل ملتزم بالعلاج وهيفضل ماشي بالعلاج وهتبقى الدنيا كويسه بس انا بتكلم م. انا بقول ان دورهم يا سالي قوي جدا والله بس دوركم اكبر طبعا اكيد طبعا طب شفت ناس اتعالجت من الموضوع ده آه حل... يعني فيه فيه من... في في حالات اتعالجت لو قلت لك كام في الميه بنسبه بنسبه بسيطه مش كتير عشان بس من طب بيعيش كده طول عمره لو ما اتعالجش ولا بيبقى ممكن نسيطر عليه شويه بيبقى احنا لما بنعمل ده احنا بنسيطر على التصرفات اللي ممكن تكون خارج الاراده طب يقدر يشتغل ويتجوز ويمارس حياته بشكل طبيعي لو فضل كده لا قدر الله آه ممكن يقدر وممكن ما يقدرش. حسب الدعم إمت النفسي امتى يقدر وامتى ما يقدر حسب الدعم النفسي اللي هيتقدم من الاسره لان يعني هو يعني محتاج... لو مراته فاهمه لو انا مثلا متقدم لي واحد انا فاهمه أنه عايز يتابع كل شويه وعارفه حالته الصحيه وانا قبلت ورضيت ده ممكن يتجوز ممكن عادي جدا وفي ناس اتجوزت كده وانا بس عايز اقول لك حاجه انا مش عايز يعني ايه مش عايز الاب والام يفكروا في حاجه زي دي دلوقتي إن الولد لسه عنده 15 سنه فانا مش عايزهم يفكروا في مستقبل هم هيوجعهم انا عايزهم يفكروا في الخطوات اللي احنا ماشيين فيها انا بفكر في في الحالتين يا دكتور انه تعالج او ما تعالجش انا لازم يبقى عندي حلول لازم يبقى عندي بلان بي وسي ودي عشان ما اضيعش فانا فاهم اللي هو أنا بمسك حتى بقشه إنه لو انا ممكن حد يجوز ولاده المرضى نفسيين في مجتمعنا ده مو لا هو ما حدش ما حدش بيقول انا انا من وجهه نظري آه. انا من وجهه نظري يعني هو لما يكون يعني حد بال يعني غير الحاله اللي معانا النهارده حد مريض نفسي عموما فهو غصب عنه هو بيكون انسان غير متزن وبيكون انسان مش مؤهل ان هو يقوم طب ما في اغلبيه سايكوباتية عايشه وسطينا وبنتكعبل فيهم هو مش مريض نفسي هو عنده بيبقى إيه؟ وعنده صفات في الشخصيه او نرجسيه لا أو هو نرجسية. لازم هو يعني هو لازم يوصل للبيك عشان نعالجه طب ما انت عندك تقاوي انا شايفاها ايه ما هو في حاجه يعني في حاجه ايه ان انا بقول ايه دايما بقول للناس اللي انت ما ترضاهوش على الجزء اللي يخصك ما ترضاهوش على الطرف الثاني <applause> لو انت شايف ان ابنك او بنتك مش مؤهلين للارتباط في علاقه دلوقتي ما تحاولش ان انت تعمل علاقه بالعافيه <applause> او ان انت تجبر او ان انت تظلم الطرف الثاني باختيار غلط او ان انت تساعد تام الأم دي ممكن تجيب له صحاب ان نخلق له اصحاب بيئه حلوه نخلق بيئه سويه ممكن اولاد جري... جيراني وافهمهم يا جماعه انا محتاجاكم اولاد اخواتي اقول لهم يا جماعه انا محتاجاكم عشان ابني واحد من 30 دقيقه ده برضه ده برضه من خدمات الدعم النفسي ان هي مثلا لما تبدا توفر له صديق او اثنين اللي هم يعني كانوا يثق فيه ويشدوا آه يعني حتى لو يجي يقعدوا معاه في البيت مثلا خمس دقائق عشر دقائق حتى لو يلعبوا معاه م. انا مش عايزه ان هو ينطوي ويكون في حاله من العزله عشان ما يستسلمش للحاله م. بسرعه انا عايز يعني برضه زي ندمجه اللي هو يندمج اللي هو حتى كمان نقلل نسبه التشويش ونسبه التشويش النفسي ونسبه الافكار يعني اللي ما خلوش يبقى قاعد لوحده لا تعالى اتفرج معانا على التلفزيون لا اتكلم معايا اقول حاجه احنا عشان بيقعد لوحده ويضحك اي بني ادم ما عندوش مرض نفسي انت لو او, أو لو انا قعدت لوحدي فتره طويله ممكن تلاقي أفكار, آه افكار غريبة ده بيبقى يوم ملوش آه ملامح افكار فأنا غريبة في كل حاجة كل الناس اللي ضايقتني صح وعماله تفكري وعمالة تقلبي على نفسك الضغوط لأني دايما أنا بقول إيه لا احنا قاعدين زهقانين لا <applause> الانسان لما بيكون قاعد لوحده <applause> او لما بيكون ده بيكون في حاله من الضعف ليه <applause> لانه بيقعد يفكر بيقعد يقلب بيقعد يجيب يمين وشمال لكن الانسان طول ما هو مندمج وطول ما هو مشغول هو ما عندوش فرصه ان هو يعني يفكر انا بقولهم كده بقولهم انا لما بحزن ولا اتضايق بنزل اقعد مع ناس عشان ما اتكلمش في حاجه مضايقاني عشان الناس تحكي لك لا غلط لازم الحزن ياخد وقته ونفضل قاعدين ونبكي على مين اللي بيعمل و... كده ده غلط طبعا اللي الاستسلام, الاستسلام للحزن ده من, ده من اصعب الحاجات اللي ممكن تزود الحزن يقولك مش ناسة. قادر اتكلم مع حد طب تنزل يا حتى لو نزلت حتى لو نزلت اتمشيت لوحدك صح؟ حتى لو نزل ده بيعمل زي تنشيط الدوره الدمويه بيزود هرمون السعاده حتى لو نزلت عملت حاجه طب انت ده ممكن يلعب لعبه فرديه مثلا بعد ما تبقى لعبه جماعيه ممكن يلعب سكواش تنس سباحه وارد جدا أي حاجة عادي, عادي ضحية اي حاجه بس يلعب بس يكون تحت مراقبه الاب والام طب هو كان متفوق جدا م م ملهاش علاقه يعني دي دي حاجه ممكن تكون يعني دي حاجه ودي حاجه يعني عشان, عشان كده بنقول بالبلد ده اتلبس اتكلمنا في الموضوع ده كتير بس في بعض الناس بتقتنع ان هو ممكن لما يكون الولد حصل له كده فممكن يكون اتلبس فيبداوا بقى يودوه المشايخ وخرافات وزعبلات وحوارات كتير ويخشوا في دوامه ويضحك عليهم ضحك السنين ولاد ما حصلوش حاجه طبعا. بس انا بتكلم على ايه انت عايز ده مش حاجه ده مش ملبوس اه تقرا الابن ده مريض آه. والمرض عرفنا هو ايه وفصام بس ممكن وانت قاعد في البيت عايز تقرا له قران إيه اقرا إيه قران الاوضه اللي هو شغال فيها طيب شغال فيها لو قلنا قران لو قرينا قران وقعد يتشنج وكده ومش عايز يسمع ما هو فجاه قال لهم الاغاني حلال الاغاني حرام وفجاه الاغاني حلال هو في طفل يعرف يقول كده يعني ايه طفل يقول لك اغاني حلال وحرام تعرف ايه انت عن الحلال والحرام مش قصه مش قصه ما انا قلت لك دي الهلاوس والاوهام مين اللي قالها التخيلات هو بقى مع مع نفسه بيفكر سمعها فين هو على فكره عايز اقول لك حاجه هو 15 سنه ده مراهق مش طفل بس برضو هيجيب منين تحليل والحلال والحرام وما تنسيش عايزة اقول لك حاجه ما تنسيش ان الولد ده كان شاطر والولد ده اكيد يتصف فيه مقاومات للذكاء هو بيقول لك ان الذكاء بقى الاذكياء هم اكتر ناس معرضين للامراض النفسيه وفصام وحاجات كده هو هو الانسان لما بيقتصر في حياته على حاجه معينه وبيركز فيها وما بيشوفش غيرها بيحصل خلل يعني انت بتصنف انه كان شاطر عشان هو ما كانش عنده اصحاب كتير فكان بيقعد يكفي عن المذاكره فكان مركز فكان في حاجه شاطر. معينه فانا دايما علشان كده بقول ان احنا محتاجين نخرج ولادنا من من اي حاله حاله العزله حاله الاكتئاب أنه هو ما عندوش علاقات اجتماعيه ان هو ما عندوش اصدقاء اخرجه اقول له اعمل بس ده يبسط اي ام واب يعني لو قال لك يبقى ليه صحاب يتعلم حياه ولا يتعلم شهادات لا يقعد يذاكر ما هو في حاجه انا عايز اقول لك عليها في حاجه اسمها الميول وطبيعه الفروق الفرديه ما بين ولادنا يعني ايه في ولد طاقته النفسيه ما تتحملش م. في ولد طاقته النفسيه عادي في ولد يقدر يعمل اربع خمس حاجات في وقت واحد يخلص دي يعمل دي يعرف يعمل حاجة وعادي كتير جدا وعنده طاقته النفسيه مدياله ان هو مؤهل ان هو بيقوم بالاعمال دي واحد تاني كل ما تقعد على المذاكره انا عايز اكل سندوتش لا انا عايز اروح الحمام أوه. لا انا مش لا هبري القلم واجي لا انا مش هقعد واحد تاني مع... عيني يقعد يذاكر مؤدب ومحترم فهمتي آه. ف... ف فانا دايما بقول ايه دايما بقول ان الاسره هي اقرب مدرسه لاولادها هي اللي بتلاحظ وهي اللي بتفحص وهي اللي بتبقى واخده بالها من كل التصرفات الموجوده من الطفل يعني انتوا دكاتره ولادكم انتوا اللي بتلاحظوا ده مفاجئ عارف يعني بفقها. ايه تبقى قاعد فجاه ولا قدرات لي عيل من عيالك كده يعني حتى انت ما ادتنيش حتى انذار طب يديني انذار ان هو بدا يتغير في حاجه فجاه الهلاوس بتظهر فجاه بيقعد يضحك لوحده فجأة بص يا في حاجه اسمها كده بجد بص يا انا عايز اقول لك حاجه رعب. يمكن ناس كتير يمكن ناس كتير بتسمعنا النهارده في المشكله دي انا عايز اقول أوه. حاجه برضو في ناس كتير يا سالي بيخلفت ولدها واكتشفوا بعد فتره ان الولد عنده من ذوي الهمم عنده اعاقه مثلا فكريه م. او عقليه او حركيه صح م. لا بس دي باينه ماشي يعني ماشي بيقول لك من الاول ماشي التوحد مثلا آه يا جماعه مثلاً اللي هو ما شاء الله اللهم بارك ربنا اداكم رزق جديد وعليكم ان انتوا تتعاملوا معاه وان انتوا تاخدوا منه بس في حاجات في حاجات ودي مقبوله ثانيه مش مقبوله خلي بالك زوي الهمم مقبولين ماشي نفسيا مش مقبولين لا بس في حاجات لا ازاي مش مقبولين احنا انا عايز اقول لك بالنسبه لنا كارثه لا مفيش حاجه اسمها بالنسبه لنا كارثه احنا عايزين نغير المجتمع هيقول لك ده مجنون انا اقدر اروح بيه النادي انا اقدر اروح بزاويه الهمه من الناس كلها تفرح بيه ويلاقوه عيل يشرف ورزق وبتاع لكن ده يقول لك ده مجنون ده يموت عيالنا وياخدوه ويجي انا عايز اقول لك حاجه والله أخيف. يعني انا هقول لك حاجه كويسه إيه إيه احنا عايزين نغير نظره المجتمع للمريض النفسي ارجوك المريض النفسي ده هو هو زي المريض العضوي صح. والمرض النفسي اصلا في البدايه هو مرض عضوي ليه بنقول حل? ده مجنون ما احنا على اساس ان احنا ربطنا وعايز اقول لك دور الدراما زمان ان هي كانت بتصور ان الشخص اللي هو عنده مشكله نفسيه او عنده مرض نفسي ان هو مجنون آه. وكانوا بيظهروا مشرهان وعادل المصحات امام و... وبيظهروا آه. المستشفيات النفسيه و... ان الناس دي ما ينفعش ان هي تتعامل و و اقول لك ان 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 الناس دي الناس دي فعلا مظلومه الناس دي آه. ما اختارتش ان هي تكون كده احنا انا دايما اقول لك حاجه انا كنت آه. مثلا لما يكون في مريض نفسي ودخل مصحة ألف في كنت بقول للناس دي لما يطلع يبدأ يطلع من المصحة ويبدأ يتعامل مع المجتمع محدش يقول؟ لا أو كنت أقول لهم يا ريت تغيروا المكان اللي انتوا كنتوا عايشين فيه وتنقلوا مكان تاني عشان الناس مش هتسيبكم في حالكم عشان الناس قصدي كده عشان الناس لما يبدا يطلع فالناس برضو بتفضل تتعامل معاه ده مجنون اهو ده كان بتاع ده كان عنده جنان ده بقول عرق هبل متخيل ان انت تبقى قاعد فهمتي فحد يبقى عندهم مثلا مريض نفسي او عنده مرض نفسي عندهم عرق هبل في العيله فتقعد تبص كده ما كنتش عارفه معناها وممكن يعني عندهم عرق هبل وممكن كمان هو يكون اتعالج بنسبه معينه حلوه ونسبه نجاح ومع الضغوط النفسيه اللي اتمارست عليه بره من كده. الناس يرجع تاني ويسوق ويتنكس ويرجع للحاله اللي هو كان فيها الطفل ده لو حد مثلا استفزه او تنمر عليه او آه شتمه رد،, رد فعله هيبقى عنيف وحد من اخواته برضه هيبقى نفس رد فعله هيبقى عنيف عشان كده دايما بقول مراقبه طب اخواته يتعاملوا معاه ازاي ومت... اخواته يتعاملوا معاه بهدوء ويتعاملوا معاه ب... ب... بحذر وهم بيتعاملوا يكون عندهم ادراك وفاهمين ان هم بيتعاملوا مع اخوهم علشان هو عنده هم. مشكله هم. ومثلا ما يحصلش مثلا موقف في البيت اصل ضربني اصل خد مني ما اعرفش لا ده هو عنده مشكله يعني هو مع مش في مرحله السواء الكامله حتى باباه ومامته مش يعرضوه تحت ضغط او ممكن لو غلط في حاجه مثلا مش يضربوه او يزعقوا له هو مش مستحمل طيب هو اكيد البني ادم طاقه انا مش هفضل طول عمري قاعده عامله لك كده كسر يا حبيبي احرق يا حبيبي العب يا حبيبي لا, لا مش قصه احرق او كسر قصه ان ايه ان لازم يكون في اه كلام واحتواء نفسي ونغير الأف... مع الافكار دي معنيش حتى بكلمتين ما تحترم مع نفسك بقى مع انا انا يعني بغير ما انا بغير الافكار دي بطريق... الأفكار العق... العقلينية بطريقه الافكار العقل اللا عقلانيه بطريقه عقلانيه <applause> ده اهل وهم اللي محتاجين يتعالجوا نفسيا على فكره عشان يبعدهم الطاقه دي هو. يعني انا برجع من البيت وممكن تكون بتشتغل وأبوه بيشتغل عشان يعرفوا يصرفوا على اربع عيال احنا اربع عيال فزمان زي ده مش مش سهل صعب على الأم جدا هحمى الثلاثه التانيين والرابع كمان معاهم اخد بالي منهم اخد بالي من ابوهم ما اعمل اكل بعد ما اعمل اكل اشوف اول ما اشوف المذاكره حصل فيها ايه انا عايز بس اقول لابوه وأمه يعني حاجه مهمه جدا زائد العلاج الدوائي ما تتبنى الحاله ولا لازم انا انا والله هم يكلموني في اي وقت انا تحت امرهم والله والله انا انا عمري اتاخرت عمري أنا واثقه فيك مليون في الميه لا والله انا <applause> انا مش بتاخر طالما هقدر أنا أنا اعمل حاجه كويسه هتاخد بالك منها والنبي يا خاطر اه الـ والله الـ لو اصلا نفسها لو محتاجه دعم نفسي وهي لو, لو هي عايزه تستشيرني في اي حاجه انا تحت امرها احنا يعني مع بعض لغايه لما نعدي بالولد لبر الامان ما ينفعش يتعالج في البيت من غير دكاتره صح لا هو لازم يبقى في نصايح وارشادات ولازم يبقى في تعليمات معاه على طول عشان الولد يعني لان الولد متقلب يعني ممكن فجاه تحصل حاجه فجاه يعني ممكن يقول فجاه مش عايز دكتوره ماشي هو مش أنا عايز عايز دكتور, عايز دكتور. عايز مش ليه بقى اللي عايز ما يكونش ما هو عايز اقول لك حاجه هو ما استريحش مم. هو مش عايز يروح مش عايز ما استريحش ل... بطريقة كلامها لكن او لكن ده مش حاجه بتقول له في دماغه حاجه او بتقول له هلاوس متطرفه بتقول له حاجات غريبه خليني اقول لك ان ده ممكن يعني يظهر في مراحل ثانيه يعني ممكن بقى نبدا بقى اللي هو في تطرف او في حاجه آه يقول لك في... الاغاني حرام الاغاني حلال ممكن في تطرف ممكن يوصل في حاجات ثانيه و, و... يوم يقول لهم واتمنى الصبح انا عايز اقول حاجه عايز انبه عليها جدا برضو لما طبعا اكيد مامت محمد هتعرف ميعاد الحلقه تمام يعني انا مش عايز ان هي ان هو يسمعها الحلقه اه ليه انا مش عايز ان هو يسمع الحلقه ليه كده ما ينفعش ان هو يسمع الحلقه عشان ما يبقاش هارش احنا نام معاه يعني اه لا انا عايز ان هي <applause> بابا ومامته هم اللي يسمعوا حتى يا رب يعني يكونوا بعيد عنه ان هو ما يسمعش الحلقه انا مش عايزه يعني يعرف الخطه ايه؟ اه حاجات آه عنه ايه آه لا انا مش عايزه يسمعها لانها ممكن تاثر فيه نفسيا. لان احنا بنتكلم على الحاله بشكل ب ب ب عام احنا هنبلغهم ونك... يعني فريق الاعداد حتى اه يا ريت يعني دلوقتي آه احنا هنبلغه ان هو ما يتفرجش على الحلقه آه هم ف... بس اه بس عشان خاطر ما ده ممكن ما يعملوش انتكاسه نفسيه او ممكن مم. أنه هو يتاثر فخلينا اقول لك ان الاب والام عشان كي يستفادوا من الكلام اللي احنا قلناه في التعامل وزي ما قلت لك لو مامته عايزه تتواصل معايا انا موجود تحت نصيحه تحت اخيره واخد تحت امرها مش, مش مشكله <applause> أنا يعني أنا عايز إن هم يستقوا جدا في الدعم النفسي أنا مش عايزهم ييأسوا يستقوا <applause> بالله أنا عايزهم يكونوا عندهم صبر وقوة وطاقة إحنا في مشكلة ولازم نحل المشكلة مع بعض و... وإن شاء الله يعني أنا دايما عندي أمل في ربنا كبير جدا وربنا زي ما بيدينا المشكله هو اللي بيساعدنا في حلها طبعا انا مش عايزهم يوصلوا القلق والتوتر لابنهم انا عايزهم يتقبلوا الابن ويرضوا بكل حاجه لان الولد بيعمل الحاجات بطريقه لا لا اراديه مم. مش بايده نتكلم مع الولد كتير نقرب من الولد نستغل الاوقات يا سالي اللي هو لك. الاوقات اللي هو بيكون فيها كويس وانا تحت امرهم الاوقات اللي هو بيكون فيها كويس في استقبال المعلومه ساعات بيكون هادي جدا في حاله جميله نستغل الوقت ده نوصل المعلومات اللي احنا عايزينها الولد يكون تحت مراقبه مستمره، الولد لو اه نطلعه من البيت ونروح بيه اي مكان بس يكون آه موجود معاه وان شاء الله يارب يا, رب. رب يا رب يكون شفاء قريب <applause> نورتني الدنيا يا دكتور وتسلم لي على رأسك بنورك الجميل ربنا يخليك يا رب. مدام نجوان خليكي معانا لسه في كلام كتير قوي وزي ما نبهنا على حضرتك وعلى ابو ابنك عشان خاطري بلاش يتفرج على الحلقه وتفرجوا انتوا عليها عشان تستفيدوا ويا رب يا رب نقدر نفيدك حتى لو بشويه قد كده يا راحل استنونا بعد الفاصل. في اوقات بيمر فيها اولادنا بمشاكل بتقول انهم داخلين على مرضى نفسيين واحنا بنفتكرها مجرد مشاكل عاديه عشان مش عارفين وعشان ما عندناش ثقافه الدكتور النفسي مع ان الامراض النفسيه بقت منتشره وكتير جدا عشان كده بقول لكل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي ان زي ما عندنا على موبايلاتنا ارقام دكاتره بطنه عيون سنان لازم تكون على موبايلاتنا ارقام دكاتره نفسيين حتى لو هنسالهم بالتليفون نتعامل ازاي ونعمل ايه مش معناه ان انا مرضى بس ممكن نعطل في موقف اتنين نسالهم نعمل ايه مع اولادنا او معانا وزي ما في ناس بتروح تكشف وتحلل وتعمل اشاعات من وقت للتاني عشان تطمن هي كويسه ولا لا تطمن على سلامتها وسلامه ولادها ايه المانع اننا نتكلم في التليفون او نروح نعمل تشيك اب لحالاتنا النفسيه لو كان حصل فيها صدمات او حصل حاجه الموضوع ده مش رفاهيه او دلع دي حاجه كل يوم بتتاكد اهميتها واللي بنعرف نكتشفه بدري بيتعالج بدري بالمناسبه دي قريت مقال طبي عنوانه سبع علامات تحذيريه بتشير لايه بقى لمعاناه الطفل من حاله صحيه عقليه علامات تحذيريه بتنبهنا ان الطفل ده ممكن يكون عنده حاله نفسيه تخلينا نزور الدكتور النفسي فورا اقعدوا فكروا كده واسمعوا اللي انا هقوله خليني الخصها لكم على قد ما اقدر يمكن كلنا نستفيد اول علامات دي بتقول ايه لما تلاقي الطفل بيمر بتغييرات في الحاله المزاجيه يبقى مودي حزين عايز يقعد لوحده عنده تقلبات مزاجيه كتير وفي وقت قصير وبتعمله مشاكل في البيت او في المدرسه تاخد بالك تاني حاجه لما تبقى مشاعره مبالغ فيها بيخاف زياده عن اللزوم ضربات قلبه زياده بيتنفس بسرعه او قلقان طول الوقت أو مش عارف يعيش سنه بشكل طبيعي تبدأ تقلق برضه. تالت حاجة لما تلاحظ تغييرات حادة في سلوكه أو شخصيته زي إن الطفل فجأة مثلا يبقى عدواني أو بيتخانق كتير أو تلاقيه بيحب الأسلحة وعنده رغبة يأذي اللي حواليه. رابع حاجة لما تلاقيه بيعاني من صعوبة في التركيز زي اللي حصل مع ابن مدام جوان دايما سرحان بينسى على طول. خامس علامة فقدان الوزن لسبب مجهول تلاقيه بيخس من غير ما تعرف ليه غالبا بيبقى فقدان الشهيه عند الطفل بيبقى بشكل مفاجئ او تلاقي ان في قيء متكرر بيكون وراهم سبب نفسي محتاج للعلاج رقم سته الاعراض البدنيه الاطفال المصابين بحاله صحيه عقليه غالبا بيعانوا من صداع وما اصلا مش عارفين يعني ايه صداع بس مامي الحته دي بتوجعني او ماما مش قادر انا الحته دي وجعاني قوي الم بالمعده بدل من هو يبقى حزين او قلقان رقم سبعة والأخيرة الطفل المصاب بحالة صحية عقلية أحيانا بيلجأ أنه يأذي نفسه سواء بأن هو يجرح نفسه أو ممكن يلزعها بالنار أو يلعب في الكهرباء مثلا أحيانا أي علامة من العلامات السبعة دي لازم تستشير طبيب ما ينفعش تقف عندها تروح لدكتور نفسي فورا ومناسبة القصة دي خليني أحكي لكم قصة حقيقية أنا بحب القصص الحقيقية قوي وشبه قصة مدام نجوان قصة حقيقية حصلت لواحد إنجليزي اسمه ويلي أندرسون حصل إيه بقى؟ ومين اللي حكاها لنا؟ حكاها دكتور أحمد مستجير في كتاب اسمه التفسير العلمي للسعادة والضحك والنوم القصة بتقول إن ويلي كان بيت فين أمه اللي توفت في لندن غير إنها أمه وطبعا يعني ليها غلوتها يعني اللي مش شبه حد ويلي كان ابنها الوحيد تخيلوا متخيلين قد إيه حزنه عليها وهو كان عامل إزاي بس هو شايل النعش مع قرايبه تخيلوا ايه اللي حصل الكل تفاجئ بيه انه فجاه ساب النعش وفضل يضحك في الاول حاول يداري الضحك بايده بس ما شويه والضحكه بقت بصوت عالي اكتر كل ده والناس اللي حضرة الجنازه مستغربين ايه الجنان اللي بيحصل ده ولي ما حدش عارف ايه اللي بيحصل لانه في الطبيعي هو شاب عاقل يعني حتى لو طلبت معاه جنان اكيد مش هيتجنن وهو راح يدفن امه المهم فضل يضحك ويضحك وطلع يجري بعيد الناس جري وراه ومسكوه هم متاكدين ان في حاجه مش طبيعيه حصلت نقلوه للمستشفى اتحجز هناك يومين وبعدها مات تخيلوا لما فحصوا جثته بعد وفاته الدكاتره اكتشفوا ان كان في ورم موجود على شريان في قاع المخ انفجر ولما انفجر الورم ده ضغط على غده اسمها ايه بقى الهايبوثالاموس انا قعدت اقرا عنها كتير واقول لكم اكتر بس لما انفجر اثر على الغده دي وبعض الشرايين اللي حواليها وان ده السبب اللي خلى خل ويلي يدخل في حاله الضحك دي ما كانش ضحك هزار ولا فرفشه كان ضحك لا ارادي اتسبب في ضغط في ضغط الدم على الغده دي يعني كان بيموت من الوجع وهو بيضحك وحصلت بعدها نوبه اكتئاب حاده لاصحابه الثلاثه لمجرد انهم حسوا انهم اساءوا الظن بيه وحكموا عليه من مظهره وما حدش حط احتمال ولو واحد في المية إنه معذور الغدة دي مهمة جدا في جسمنا بتأثر على الضحك بتأثر على حاجات كتيرة جدا متخيلين إن حد لا قدر الله أمه تتوفى ويفضل يضحك والناس تزعل منه ويطلع في الآخر إن السبب عضوي غير إن هو نفسي لأنه في ناس فعلا بتحط في صدمات بتقعد تضحك بس بتبقى بتوجع قوي لأنه ساعات بنسيء الظن الراجل ده مات وانت يا مدام نجوان <applause> كل واحد فينا واخد نصيبه من المشاكل زي ما واخد نصيبه من النعم وربنا بيدي اختباراته الصعبة لأقوى جنوده من عباده الصالحين دايما يقول لك يدي أصعب معاركه لجنود المخلصين يا رب تبقي منهم اللي عارف كويس قوي قدرتهم على الصبر وبيدي لهم صبر وسكينة من عنده وده اللي شفته في قصتك مع ابنك صحيح هو ابتلاء صعب وأي حد مكانك كان يتمنى أنه شخصيا اللي يتعب ويتبهدل ولا يشوفه في ابنه ويشوف ابنه هو بيعاني وتعبان بس ما حدش بياخد ابتلاء او معاناه فوق طاقته او اكبر من قدرته على التحمل لا يكلف الله نفسا الا وسعها بس دايما لما ربنا بينزل ابتلاءه بينزل في القلب الابتلاء كده ومعاه لطف ورحمه وسكينه وصبر وبتكون مهمتنا اننا نفضل متمسكين بايماننا وندور على الطاف الله ونصبر بيها قلوبنا لحد ما نعدي من المشكله دي على خير ونوصل لبار الامان دكتور هاني قال ان هو هيتبنى لحاله ابنك وانا واثقه فيه وهيحاول يعالجه واحنا هنتواصل معاكي وهنوصلكم ببعض الدعاء يغير الاقدار انا مش مؤمنه ان مفيش مرض ملوش حل ومش مؤمنه ان مفيش علاج ومؤمنه ان زي ما ربنا بينزل علينا اي ابتلاء بيدلنا امل وبيغيره لك كلنا وده دورنا في البرنامج حتى لو ما قدرناش نغير بس دورنا ان احنا ندعي ونقف جنب بعض ونطبطب على بعض الدنيا بقت صعبه وان شاء الله ربنا يهونها عليك وان شاء الله يعني كل خير يا رب ليكي نتقابل في حلقه جديده وقصه تانيه بابطال تانيين في قصه حقيقيه باي باي